هروح للاستاذ بليغ واقول له الفريز الجول الثالث مش شبه جول شادي حسين في الاسماعيلي. والله لازم محمد يعني طبعا الكره اكيد فيها يعني لقطات احيانا بتيجي يعني طب شبه ولا كده. اه طبعا جون وجون شادي حلو والله مش وحش يعني. لا نفس الفكره اللي هو فكره على فكره الكابتن سيد معوض يعني قال قبل كده حتى قبل ما الاهلي يعمل الجمله دي ان بيبقى صعب جدا على الباك لما بتطلع ناحيه الخط وتقوم ردد الكره لورا بيبقى اتجاه الباك نفسه صعب جدا ان هو يتعامل مع الكره لما الفيرود بينزل لتحت ويبقى وش للجول بتعمل مشكله كبيره جدا. طبعا فرق سرعه هنا في رد فعل المدافع مع الفيرود طبعا لان انت بتخطفه في جزء من السنة بتقدر ترجع ورا ثلاث اربع خطوات على ما يبتدي يلم نفسه ويعمل فرق سرعه. الستارتنج دي بتاخد جزء من الثانيه بتاخد هي ممكن بتكون بالنسبه للعين المجرده انها يعني يقدر يروح راجع على طول لكن لا دي رد فعل فيها كمان يا كابتن فيها فرق سرعه جامده لان الكره عباره عن يعني اجزاء من الثانيه صح بالزبط. صح وطبعا النهارده يعني لو بعيد عن الهدف فبصراحه يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه على غير العاده ما بتفقش معاك كتير بس اتفقت معاك ان النهارده انه فعلا انا بتفقش معاك خالص الكره يعني انت ما بتفقش معاك كتير معناه ايه؟ انا كنت اتفق معايا قليلا لكن انا اتفق معاك نهائيا يا بليغ. لا انا من خلاص وانا هو جاي لك في اتفقت معاك في اتفقت معاك في موضوع ميسي بصراحه فعلا يعني القدر عاوز يعني فعلا وخلي بال حضرتك حتى رونالدو الناس كانت نفسها شافت رونالدو شافت عطاءه وكانت نفس الناس ان رونالدو يختتم حياته يختم حاجة افضل يعني يبقى النهايه السعيده لميسي ورونالدو كان الجمهور وعشاق رونالدو وميسي كان بيبحثوا عنه محدش ينسى خصوصا دي اخر كاس عالم للاثنين محدش ينسى يعني دي اخر كاس عالم للاثنين طبعا يعني ميسي ورونالدو في مثلا لما كان ايام في كانوا بيلعبوا في الدوري الانجليزي برشلونه وريال مدريد كان العالم كله كان كلاسيكو الارض فعلا كانت الناس كلها بتتابع ميسي ورونالدو محدش بيتكلم ولا جواز افضل حاجه فميسي النهارده لما يبقى راجل حتى الجواز بينهم على الجواز طبعا كلها مفيش 10 سنين الاثنين ميسي ورونالدو فالاثنين بصراحه يعني اسعدوا الجماهير العالم كله فكانوا يستحقوا انها في البطوله دي ان هم يكون نهايه سعيده ميسي رونالدو لم يستطع تحقيق النهايه السعيده بالعكس يعني ده يمكن يعني كان فكره ان هو ما بيشاركش اساسي وحتى مراته ان هو المدرب صديقه ان هو يعني ما كانش اللي هو منتظره منه وحتى رغم ان هو ميسي دلوقتي تصريح رونالدو اللي قال لك انا لسه برضه ما حسمتش بالنسبه لي مصير بالنسبه للعب الدولي يعني ما اكدش اعتذاره لكن ميسي النهارده راجل النهارده بيلعب 22 مباراه في كاس العالم حقق رقم قياسي النهارده ميسي بيجيب 11 جول برضك رقم قياسي في كاس العالم النهارده ميسي لا ينقصه الا الفوز بلقب احسن لاعب وانا اعتقد حتى باستثناء الماتش الجاي ايا كانت نتيجته لانه ميسي كان يلعب يعني هو فريق زي ما حضرتك قلت فريق النجم الاوحد يعني ميسي كان هو رمانة الميزان فيه بيصنع الفرق امكانيات يعني الناس كلها كانت بتقول يعني ميسي ده لو مع البرازيل فريق متكامل مع فرنسا كان بقى شكل تاني يعني ميسي بالعمر ده وسنه ده كله هو اللي شايل الفريق يعني هو اللي شايل الفريق وميسي لو اول يعني برضه راح بيتابع التصريحات الصحفيه بتاعته بعد ماتش السعوديه والتاني ماتش قال لك احنا ما حضرناش في ماتش السعوديه ده ما كانش الارجنتين النهارده ميسي بعد المباراه بيقول لك انا اعيش اسعد لحظات حياتي هو انا اول مره اشوف ميسي اساسا تصريحاته بالشكل ده اول طول عمر ميسي حتى في تصريحاته محمد مش كده لا ده اول مره اشوفه تصريحاته حتى تحفيزيه لا ده وتعبيراته وخناقه وبيعبر عن حاجاته عمره ما كان كده ما كانش يعني ميسي كان دايما يؤخذ عليه ان هو خجول انطوائي غير كده بيتخانق يعني كريستيانو بيعمل حالات يعني النهارده في تصريحاته بعد المباراه بيقول لك انا اعيش اسعد لحظات حياتي ما عشتش اللحظات اللي عشتها في قطر زي المره دي ومستني النهايه السعيده هو حاسس ان كاس العالم كان بيناديهم يعني خلاص يشعر هو يعني فعلا الكابتن يعني ادرى مني بيقول لك الكوره لما بتدي الواحد بيبقى يشعر بيها كده فهو اعتقد ان هو ميسي خلاص يعني وحتى هتبقى صدمته كبيره وصدمه عشاقه لو ما حققش الهدف بتاعه بالفوز بالبطوله اعتقد هو بوصول النهائي بقى اقرب اكيد صراحة. طبعا بعيد عن الطرف الثاني ان شاء الله يكون المغرب لكن محمد يعني برضو كرواتيا فاجئنا يعني انا مش مقتنع بقصه تصلع ماتشين 120 دقيقه وفي الاخر الناس دي مدربه على الكلام ده كله يعني وفي فترات استشفاء الوقت وفي اجهزه بتعمل الكلام ده صحيح. بس هو احنا انا اتصدمت من الاداء الفني لكرواتيا برضو يعني هم نازلين حافظين الارجنتين مش احسن حاجه عارفين ميسي بيعمل ايه ورغم كده اخترقوا في الماتش ده اكتر ماتش حصل اختراق للدفاع الكرواتي يعني بص كده استاذ محمد المنتخب الكرواتي من اول ما بدا البطوله هو مش احسن حاجه بس عارف يكسب وعارف يعدي يعني المنتخب الوحيد اللي ما كسبش الا ماتش واحد هو كسب ماتش كندا بس تعادل ماتشين المغرب وبلجيكا وكان على مقربة انه يخرج لما كرة لوكاكو خبطت في العارضة في ماتش بلجيكا
واتعادل مباراة اليابان سلبي وكسب بلينات، واتعادل مباراة البرازيل ببايلك كرة في الآخر، ولولا حارس الكرواتي وتصديه للكرات الخطيرة لفينسيوس ونيمار كان ممكن جدا البرازيل تخلص الماتش من بدري جدا، ولكن سوء التوفيق وتألق الحارس خلى المباراة في النهاية تروح للإكسترا تايم وتروح لضربات الترجيح اللي رجحها كفة كرواتيا. المرة دي الأرجنتين اسكالوني ذاكر كرواتيا كويس وكان عارف ان كرواتيا من الاول هتقفل مساحات، استغل بقى الخبرات والمهارات بتاع ليونيل ميسي كمان بعد ضربه الجزاء واحراز ميسي. انا ما تخيلتش ان كرواتيا هتفك كده، منتخب كرواتيا فعلا فك خالص لدرجه ان بالظبط الجول الثاني الراجل الفاريز ماشي بالكره رايحين 3 على 2 بيمشي بالكره ما فيش حد بيقطعها منه يعني، والكره ماشيه وراح رايحه لغايه ما جت جول. الشوط الثاني برده نفس الكلام، منتخب كرواتيا يعني طبعا يعني هم في النهايه لعيبه خبرات كبيره ولاعيبه عندهم مستشفى واجهزه وكل حاجه، ولكن برضه في النهايه حتى ميسي اللي عملها بس عندهم اخطاء دفاعيه جامده قوي. انا بقول لك مستغرب يعني النهارده الاثنين السد باكين جوه الملعب ها ليش ضعف اكتر من يعني فرصه يعني، حتى الجونين اللي اتحرك بيهم كلهم هتلاقيهم فيهم جول الثالث ترقيصه والجول الثاني اللي الفاريز عمال يمشي بالكره يعني في قلش وفي يعني واضح ان اخطاء ساذجه لباكين يعني في كرواتيا بيلعبوا سيمي فاينل كاس عالم يعني اتنين بيلعبوا في كاس عالم بهذا يعني تطليع الكوره حتى مرتين الولد حب يطلعهم بطريقه مش بتاعه لاعب حاطط رجليه ورجلي مرتعشه يعني اداؤه جوه الملعب حاسس ان في ارتعاش خايف الان يعني الاداء الدفاعي بتاع فرقه كرواتيا النهارده كلهم قلقانين من ميسي، فعشان كده السرعات اللي كانت موجوده وفي تحفز الولد وهو داخل بيجيب الكوره والكلام من ده التاني ما عندوش توافق. طب هل ده برضه يا محمد هسألك دي أخطاء بقولها كابتن هشام بحكم طبعا إنه نجم دفاع وخبرة عظيمة يعني فهو بيحس الإحساس ده كراجل سيرد باك كبير كابتن هشام يعني هل ده نتيجة إيه؟ هل الباك بيبقى متوتر من وجود ميسي؟ طبعا يعني أي باك يكون متوتر من وجود ميسي طبعا دي جزئية. لو جزئية تانية يعني هو احنا بنؤمن بالقدر وبس التاريخ ممكن يكون بيعيد نفسه. سنة 86 المنتخب الأرجنتيني أول مباراة ليه في كأس العالم قابل منافس آسيوي، 2022 بيقابل منافس اسيوي مره تانية، مشاركه كندا سنه 86 كندا طول الفتره دي مش موجوده، شاركه المره دي وجود مارادونا وجود ليونيل ميسي، المنتخب البرازيلي خرج من دور الثمانيه هو المنتخب الانجليزي قررت بنفس الشكل 86 2022، المنتخب الاسباني بيخرج ضربات ترجيح في دور الثمانيه بتتكرر نفس الامر وبيخرج ضربات الترجيح قصاد المنتخب المغربي، فالتاريخ بيعيد نفسه يعني نفس الحاله اللي كانت موجوده مع منتخب الارجنتين 86 كان احسن من المنتخب بقى مارادونا طبعا ما كانش مارادونا لوحده فاكر؟ طبعا كان فريق كان في بروتشاجا انا فاكر الاسماء